من نعمة الله تعالى على أهل السودان تعدد وتنوع بيئاتهم التي أدت إلى اختلاف عادات وطباع الأكل والشراب. ورغم ذلك الغنى في عادات الأكل والشراب، إلا أنه قد تم التوافق مع مرور السنين وحركة الانصهار الثقافي والاجتماعي على أنواع معينة، ومن ذلك يجيء طعام الحلمر. الحلمر هو المشروب القومي في السودان الذي ارتبط بالمجتمع السوداني في كثير من المناسبات الاجتماعية والروحية، وأصبح يشكل ملمحا سودانيا ومنتوجا مميزا له عاداته وتقاليده التي نشأت من البيئة السودانية من حيث المكونات والاستعمال. الاستعداد لصناعة الحلمر يبدأ بالأسواق، حيث يهتم التجار بتوفير المواد التي يصنع منها الحلمر تلبية لطلبات الزبائن، وهي العيوش والبهارات مثل الكركديه والعرديب والقرفة والعرق الأحمر. وقبل شهر رمضان تزداد حركة الشراء للمواد التي تساهم في صناعة مشروب الحلمر. إن أول ما يفكر فيه الناس استعدادا لشهر رمضان هو الاهتمام بتجهيز سيد المائدة، ذلك المشروب المحبب عند المجتمع السوداني. أول مرحلة لصناعة الحلمر هي تحضير الزريعة ببل العيش والذرة في الماء ووضعه على الأرض حتى تنمو جذوره ويتم تجفيفه وأخذه للطواحين. بعد ذلك يتم خلطه بالدقيق العادي، وتسمى هذه العملية بالكوجين، وهي المرحلة الثانية في عملية صناعة مشروب الحلمر، وتبذل فيه المرأة مجهودا مقدرا في خلط الدقيق، وتكون حذرة في نسبة الخلط بالتحريك جيدا حتى تصبح العجينة صالحة لمرحلة التخمير الأولى. بعد عملية التخمير الأولى للعجينة، حيث يتم صحن المواد الأخرى من مكونات الحلمر مثل البهارات والتي تسهم في إكساب العجينة الطعم واللون المميز. هذه المواد لم تأتي بالصدفة، وإنما عن التجارب التقليدية التي عايشها الناس منذ زمن بعيد وتوارثوها جيلا بعد جيل. تستمر عملية صناعة الحلمر بعد العواسة بتطبيقه بطريقة فنية معينة ووضعه على الأواني، ويتم نقله إلى مفرشة على درجة حرارة معينة حتى يجف تماما ويصبح مادة جافة تصلح أن تكون مشروبا بأسهل الطرق وتكتسب اللون والطعم الجميل.